صلاه موحده كبيره عباديه هنا في شعله الصدرين، شعله المجاهدين، شعله الابطال ان شاء الله. هذه التي سوف تكون دعوه فيها ودعونا فيها من اخواننا السنه والشيعه كي نقول لابناء الشعب العراقي والذين يدسون السم في العسل ان الشعب العراقي كالبنيان المرصوص، وكلهم يهتفون ان شاء الله تعالى بنعم للجمعه ونعم للعراق ونعم لعطله عيد الغدير الاغر، لان هذه الروايات الموجوده على عطله عيد الغدير وعلى يوم الغدير هي من السنه والشيعه. وعلى ابناء الشعب العراقي أن يفوتوا الفرصة على بعض الطائفين السياسيين الذين يلعبون على هذا الوتر، وللأسف الشديد يدسون سم في العسل. هنالك طائفيين من الشيعة وهناك طائفيين من السنة طبعا السياسيين، ها، فإن شاء الله تعالى الشعب العراقي دائما مفوت ويفوت الفرصة على هؤلاء. إقامة صلاة الجمعة الموحدة في بغداد بأمر سماحة السيد القائد مقتدى الصدر، وما هذا إلا هو تكريم منه أعزه الله بأن تكون هذه الصلاة الموحدة في بغداد في جانب الكرخ. ومن نعم الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الصلاة هي للمطالبة في أن يكون عيد الغدير عطلة عراقية وطنية رسمية.